Hey guys, what's up? اليوم في عندي شغل بغداد رايحين على بغداد اليوم اخذين طياره رايح انا ورفقاتي نعمل شو هونيك مش شو بس انه البراد حنطلع حنضلنا تقريبا شي شهر سو حجرب اسوي الفلوج انا عم بتمرن هونيك باركور جرب اتعرف على الكوميونتي هونيك تبع الباركور سو هلا ناطرين تيجي دورنا ناطرين المره اللي بدها تلاقي لنا تشوف كيف بدنا نظبطها على الطياره و يب ذاتس ات تعرفوا على باسم باسم بريديو لك ملا تيارة أوه شيت صار باص صار الكرفان ما بعرف شو صار كل شيء شيت سؤال لأ شوي هنطلع بالطيارة هاي بتكون أول إكسبيرينس لي بالطيارة أو سفرة رايحة بغداد ليتس جو يو شيت وات ريحتها مثل البامبرز يلا فايتين على الطيارة ليتس جو روني ما بدك تخترع هيك شيء ما دامك هيك انت اي تي جيمنج كمان تي في وشو كمان تليفون هلا منقلع تقريبا عم يرجع عريار اعطيها بتعطيك كنا فوق الغيوم وايس طلع لبنان باي لبنان اي رفيق باي لبنان نشوفها مرة تانية وصلنا على الهوتيل بس ليه ما صورت شيء؟ لانه الجو برو انطفيت وما لقيت محل ابدا لشرج حتى بالطياره ما كانت عم تشرج وحده اعطتني جو برو وات اعطتني باور بانك تشرج الجو برو بس ما قدرت وما كانت عم تشرج الجو برو ابدا سو نحن هلا بالهوتيل بالعراق ببغداد وعندنا اوا فيو لايك بعرف شو اوا فيو بس هلا نحن بالاوضه عندنا تختين زينه وجيمنج سيت اب شو كمان وحمام وكبينه كثير منيح ليتس جو وحننزل بدنا نشوف شو بدنا ناكل هلا ف هيا بينا سو ابيرنتلي ما رحنا اكلنا في عندنا ميتنج هلا لازم نعمله هلا على 6:30 نحن هون بسن سندي باد لاند اوكي كثير حلو هي اول ما فتنا لأنه انطفيت رجعت الجو برو لازم لاقي طريقة تجيب لها بطارية تانية لازم نبش على محل تجيب بطارية تانية تضاين كل النهار وقدر اسوي كل شيء بس هلا صار شي الساعة 10 تقريبا والجوي بعد ما قام 10 كثير لا لهلا 10 ما في دقيقة بتصير 10 بلا لازم نقوم لازم نتروق 10 دقايق تقريبا طيب اللي هي بس انت قوم انا تحممت رح اتحمم اوكي هلا بعد جو بس امبارح انا عم بتمرن كنا وصلنا هونيك وتعرفنا على دانسرز طلعوا بيعملوا فليبس كثير منيح كمان هيك عم بعمل دبل فول كنت عم بعمل دبل فول ف عمرت اجري هلا احس وجع بالطوندو امسح هلا انزل هيك ليتس جو شوف الزر او ماي جاد كثير بينفع اشتغل
We're good right now. تأخرنا بس لحقنا شوي منهم يعني وعادة بيكون في كتير قصص بس هلا هول اللي لحقناهم ترى نقدر ناكلهم في زيتون هيك بس ما بعتقد حدا ياكل زيتون أنا عازل أكلنا حتى الكبايات Let's go سو هلا نازلين عنا ميتينج وبدنا نتوقف كيف نعرف كرمال شوف الشغل Guys, please, Abu Awal bus. Big guy, huh? No. Let's see. 5 minutes later. It's nice. فحط تلفينا ماشين. بعرف شو السبب. هلا حنطلع نبدل فان. هنروح. Yo, merci. هيك نمشي بالعراق. كما تقدر بعكس الشمس هذا من مارون لكن اكيد فورا على فكرة وين البوابة؟ ما من هناك البوابة لا فوتتنا هي قالتنا من هون انا بتاخد البوابة بلوك. غلط ونص دين الشوب مرحبا رجعنا وصلنا على محل الشوب امبارح هيك ما بعرف شو كنت عم فكر كنا مع الدانسرز قررت اعمل كاستو يا اخي شوف وان واه قريبة فا يب بعرف شو كان بني كنت عم بعملها اليوم عرفت قد ايه واطية بس برضه فينا نعملها عم فكر مرة الجاية بس ترجع يمشي حال اجري ارجع عيدها انزلها مظبوط هلا حناخد بريك عش ساعة 7 تقريبا نطلع الشو يمكن ما حنقدر نصور الشو لأنه ما حيكون في حدا عم يقدر يصورنا وهيك وما فينا ناخد الكاميرات معنا تنصور فحنشوف إذا في حدا عم يقدر يصورنا وهيك تقدر زبطها سهلاً بضيوفنا غرفة الطوارئ انت طارئ ما فيك تفوت غرفة الطوارئ تتفت بالعمود يلا يا شباب Let's go تعطيك العافية Let's go Hello And welcome back to the فندق ركن العزام احنا وين؟ شو هيدا احمد؟ فندق ركن العزام ركن العزاكم